اتعودنا على سقوط حاجات غريبة كتير على الأرض، نيازك، شهب، أجسام غريبة من الفضاء، بقايا كواكب أو حتى نجوم أو حتى فضائيين زي ما البعض بيدعي. أما إن الموضوع يوصل لسقوط عربية فدي جديدة بصراحة، بس حصلت فعلا ووثقت كاميرا مراقبة في إحدى المولات التجارية سقوط سيارة على الناس فجأة ومن غير سابق إنذار. الفيديو ده انتشر بشكل كبير وحصل تفاعل واسع جدا على كل المنصات.